التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين فضل العبادة. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. روي أن الإمام الحسين عليه السلام خرج ذات يوم على أصحابه وقال بعد أن حمد الله وصلى على محمد رسوله: أيها الناس، إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال عليه السلام: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. وروي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. وحياة مولانا الإمام الحسين عليه السلام كانت كلها عبادة وجميعها طاعة، وختمت بالشهادة التي هي كرامة الله لأوليائه: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أخذ البيع من